بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أن الوصف الجامدة لا تتقدمه الحال، فلا تقول في زيد أشجع الناس راكبا، لا تقول في زيد راكبا أشجع الناس، لأن الوصف الجامدة لا تتقدمه الحال. واستثناء من ذلك إذا كان الوصف الجامد إذا ولد شيء يفضل في حالة عنه في حالة أخرى، أو وجد شيئان يفضل أحدهما في حالة عن الآخر في حالة أخرى، في هذه الحالة يسوغ تقديم الحال على عامل الوصف الجامد، فتقول زيد مفردا أشجع من عمرو معانا، أنفع من عمرو معانا، أنفع وصف جامد تقدمت الحال، وتكون الحال الأولى للمفضل والثانية للمفضل عليهم، وكقولهم هذا بسرا أطيب منه رطبا، هذا جائز، تقدم الحال على صاحبها الوصف على عاملها الوصف الجامد. نعم، الحال قد يجيب ذات عدو الحال وقت الخبر، قال واخبروا باثنين او باكثر عن واحد، كذلك الحال تتعدل تقول جاء سيد راكبا مسرورا ناجحا لمفرد ظالم وغير مفرد، تقول جاء اخواك راكبين وجاء اخوتك راكبين، هذا اذا كانت الحال متحدة المعنى، فان كانت مختلفة خالفت الفاظها تقول لقيت عمرا مصعدا مهبطا، مصعدا هو ومهبطا انت، اما اذا كانت الحال واضحة قدم واخر كما تريد، كقول امرئ القيس خرجت بها امشي تجر، امشي حال منه تجر حال منها، اظهر، والا اذا لم يكن ذلك واضحا اجعل الحال المتقدمة للمتأخر والمتأخرة للمتقدم حتى تكون احدى الحالين بجانب صاحبها، الا اذا كان معنا واضحا. كذلك قال لقي ابن اخويه خائفا منجديه فاصاب مغنما، جاء الحال الاولى للمتقدم والمتأخرة للمتقدم لما لا واضح، خائفا واضح انها لابنه، منجديه واضح انها لاخويه، عامل لحال بها قد اكد في نحو لا تعكس القرد نفسه، الحال مبدئيا مؤسسه ومؤكده، المؤسسه لا يفهم معناها بدون ذكرها جاء زيد راكبا، والمؤكدة قد يفهم معناها بدون لفظها، وليتهم مدبرين تبسم ضاحكا، والأكثر أن يخالف لفظها لفظ عاملها، نحو وليتهم مدبرين لفظها يخالف وليتهم، وقد توافقها وقد توافقه، أصيخ مصيخا لمن أبدى نصيحته، وأرسلناك للناس رسولا وسخر لكم الليل والشمس والقمر مسخرات بأمره، في هذه الأمثلة وافق لفظ الحال لفظ عاملها، والحال قد تؤكد صاحبها، جاء القوم أجمعين جاء زيد وحده، وتؤكد عاملها نحو تبسم ضاحكا، وتؤكد مضمون الجملة زيد أخوك عطوفا أبوك عطوفا، وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعذب الأرض مفسدة هي تعذب، فمفسدا اكدت عاملها وهو تعذب، كذلك الحال تكون مؤكدا لمضمون الجمله، وهي الحال يجب ان تكون جملته اسميه طرفاها معرفتان جامدان، زيد ابوك عطوفا، زيد ابوك طرف الجمله معرفتان جامدان، انا ابن دارة معروفا بها نسبي، وهذه الحال لا يذكر عاملها ولا يجوز ان تتقدم على الجمله، لا تقول عطوفا زيد ابوك لا يقال هذا، فما قوله ولن تؤكد جمله فمضمر عاملها لا يذكر ولفظ هذه الحال يؤخر لا يتقدم، احقه
زيد أبوك معطوفا لم تؤكد زيد ولم تؤكد أبوك، أكدت مضمون الجملة. لا عامل آخر أحقه أعتقده أظنه. وموضع الحال تجيء جملة فجاء زيد وهو ناوي به. الحال أخت الخبر، الحال أخت الخبر، الخبر يكون جملة، يكون جملة ويكون مفردا كذلك الحال. جاء زيد وهو ناوي رحلة، جاء زيد، زيد فاعل وهو مبتدأ، وناوي خبره ورحلة مفعول، وجملة وهو ناوي رحلة محلها نصب حال، والواو الحال من قوله وموضع الحال تجيء الجملة كجاء زيد وهو ناوي رحلة. نعم. وأطلق الجملة، أطلق الجملة، معنى هذا أن تكون جملة اسمية وفعلية. جاء زيد وهو ناوي رحلة، جاء زيد يركب دابة. الجملة الفعلية التي فعلها مضارع لا بد أن يكون فيها ضمير يربطها بصاحب الحال، كالجملة المخبر عنها لا بد أن يكون فيها رابط يربطها بالمنتدي، كذلك هنا وذات البدن بمضارع فتحة والضمير يربطها بصاحب الحال. ومن الواو خلف جائز أن يركب دابة ولا يجوز لها الواو. لماذا؟ قالوا المضارع الشديد الشبه بالوصف، والوصف لا يتقدمه واو، تقول جاهز راكبا ولا تقول جاهز وراكبا، وكذلك جاهز يركب دابة ولا تقول جاهز ويركب دابة. واضح؟ فإن جاء في كلام العربي شيء من هذا خرجت الصيغة على أن المضارع مسند لمبتدأ محذوف، والتقدير جاهز وهو يركب دابة. ولما خشيت أظافرهم نجوت وأرهنهم مالكا، جاء الأمير وتقاد الجنائب بين يديه، جاء الأمير وتقاد أيوه وتقاد الجنائب بين يديه. أنا قلت وذات البدء بالمضارع عند بدء حرى الضمير ومضمير وذات واو بعد أن المبتدا له المضارع على أن مسندا. فيها تفصيل جملة المضارع المسبوقة بقد يجب أن تسبقها الواو، ويقال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون، الواو هنا واجبة. إذا كانت الحال جملة فعلية فعلها مضارع مسبوق بقد يجب أن تسبقها الواو. وجملة حال هو البيت الذي عندنا، وجملة حال السلام قدنا تمتنع الواو في سبع جمل. جملة المضارع وقد تقدمت جائز يركب دابة من عافية، وجملة مسبوقة بعاطف نحو جاء بسنا بياتا أو هم قائلون، لا يقال أو هم قائلون، لا العاطفة لا يقال عاطف. وجملة مؤكدة نحو هو الحق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والجملة الجملة الجملة التالية لله نحو ما جاء زيد إلا قال خيرا، وما يأتي من الرسول إلا كانوا بيستهزئون، أو المتلوة بأو لو كلمنه حضر أو غاب، لا تقول وحضر أو غاب. والجملة المنفية بما نحو عهدتك ما تصبو وفيك شبيبة. السادسة المنفية بلا نحو ما لي لا أرى الحدود، تمتنع الواو في هذه السبع. وفي غيرها السبع يجوز الوجهان، تجب الواو في المضارع المسبوق بقد كما مثلنا قبل قليل، وفي غير هذا يجوز الوجهان، تقول جاء زيد ويده على رأسه أو يده على رأسه، أو كان النافع غير ما وغير وغير لا، تسوى أن تقول جاء زيد ولم يأتي عمر، وجاء زيد لم يأتي عمر، ولقد خشيت بأن أموت ولم تدل الحرب دائرة على ابن ضمضم، وكذلك في جملة الماضي تقول جاء زيد وقد طلعت الشمس، أو قد طلعت الشمس، أو وطلعت الشمس، أو طلعت الشمس، أربعة أوجه. أنا أقول يجوز هذا. قال لينك لو ذيب ونحن عصبة، الربط بالواو وحدها. ألم ترى إلا خرج من ديارهم وهم ألوف حال الموت، الربط بالواو والضمير هم
لأنهم الضمير لقوله تعالى خرجوا الواو، وقد يكون الربط بالضمير وحده. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أنا قوله وجملة الحال سيما قدما بواو وحدها أو بمضر وحدها أو بهما معا. قد يحذف ما فيها عامل، قد يحذف العامل في الحال، فيحسب الإنسان أن نجمع عظاما بل قادرين التغيير الله نجمعها قادرين. تقول لشخص نائب الحج راشدا أي تسافر راشدا، هذا جائز. أنا أقول الحال قد وبعض ما يحذف ذكره هي دلت على توبيخ نحو التميمية مرة وقيسية أخرى، حذف العامل هنا واجب. وإذا دلت على صعود تقول تصدق بدهن فصاعدا، أو نزول تصدق بدينار فنازلا، أو كانت الحال مغنية عن الخبر يحذف عاملها نحو ضرب العبد موسيا شرب الماء باردا. أنا أقول لي والحال قد وبعض ما يحذفه ذكره الحضن. قال ليس هذا فقط، قد تحذف الحال إذا كانت قولا أغنى عن المقول نحو والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم قائلين، حذفت الحال لأنها قولا أغنى عن المقول. قال وإذا رفع إبراهيم القواعد من نبي الإسلام ربنا تقبل منا قائلين جوازه. الحال تنقسم باعتبارات، تنقسم إلى منتقلة وثابتة والأصل منتقلة، وتنقسم إلى جامدة ومشتقة والأصل مشتقة، تنقسم إلى مقصودة لذاتها وهي الأصل، وإلى مؤسس وإلى موطئ نحو فتمثل بشرا سويا. قالوا بشرا ليست مقصودة، الله أعلم، مقصود سويا. قال هذه موطئة ليس مقصودة لذاتها، وإلى مؤسسة نحو جاهزة الراكبة وهي الأصل، وإلى مؤكدة، وتكون مقارنة لعاملها وهو الأكثر، جاهزا راكبا الركوب مقارن للمجيء، وقد لا تكون وهو القليل. مررت برجل معه صقر صائدا به غدا، وتكون وتجري على صاحبها وتجري على سبيله نحو مررت بالدار واقفا سكانها، واقفا ليس للدار لكن للسكان. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.